يا حبيبي انت فاكر ولا ناسي؟ يا حبيبي طول غيابك ليه؟ انت بتنده قطه، انت بتنده قطه، مش عمال اندهلك عشان تجيلي. عمر ايه اللي جابك هنا عندي؟ عندك فين؟ ده انت اللي جاي عندي. تعالى تعالى عايزك يا اخي، ما تضيعش الكاسين اللي في نافوخي بقى. كاسين ايه وهباب ايه؟ تعالى شوف المصيبه اللي انت بلتنا بيها الاول. مصيبه؟ مصيبه ايه؟ الزفته اللي انت اتجوزتها. اتجوزتها؟ وانا اتجوزت انت؟ نعم انت فوق اتجوزت ولا اتجوزت؟ ايوه افتكرت افتكرت، انا اتجوزت. الزفته خلت لمار تهج وتسيب البيت. لمار مين بس؟ لمار مين؟ انت هتفوق ولا ارزعك حقنه فوقك بيها؟ رمار ايوه، مالها رمار؟ انا قلت لك قبل كده ان البت باريزه دي مزقوقه وانت ما صدقتنيش. مزقوقه من مين؟ مش عارف، انما هموت واعرف. وانا كمان عايز اعرف، لما هي مزقوقه وقعت؟ قوم معايا. على فين؟ قوم معايا. على فين؟ قوم معايا. هتروح فين؟ هروح الجناح عندك. طب ما انت عندي دلوقتي. انا عندك هنا؟ هنا احنا عندك؟ هنا احنا عندك؟ نروح قدامي. رايحين عندك هنا، احنا عندنا. يعني هنروح عندك انت؟ هنروح عندنا عندك. نمشي قدامي. مكان هنا كويس. غزال مش مقبول يا عمر، وكمان خدت هدومها. ايه يعني هربت؟ طفشتها يا سي عمر. طفشت مين انت كمان؟ هي دي بتطفش؟ البنت دي وراها بلاوي، ولازم اعرف مين اللي وراها. حرام عليك يا عمر، عملت ايه بس خليتها تسيبني وتمشي؟ كانت تونسني. عملت ايه فيه؟ بقول لك البنت دي وراها بلاوي. بلاوي يا راجل، حرام عليك، بلاوي انها بتونسني؟ لا حول ولا قوة الا بالله، مفيش فايدة، مفيش فايدة فيك. انت فين يا غزال؟ رحت فين وسبتيني لوحدي؟ ده انا ما صدقت لقيتك وبقيت معايا وبقى في ونس ليا. خلاص كلكم سبتوني. تاني في الشارع لوحدك يا باريس، زي ما يكون مكتوب عليك تترمي من شارع لشارع، ومش مكتوب لك اربع حيطان يداروك ولا ظل راجل يحابي عليك. ومن تاني يا باريس الدنيا هتفك فيكي حته حته وتشد من بقك كل حلو قبل ما تدوقي. ايوه كنت متاكده ان انا هلاقيك هنا. في ايه يا عفا؟ مالك؟ مالي؟ ما بتردش ليه عليا يا حبيبي؟ بتتهرب مني ليه يا حسام؟ مفيش عفا والله، اصل انا مشغول بس شويه. مالك يا حسام؟ هو انت مش عايز ندخل ولا ايه؟ لا 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 يا حبيبتي والله ما فيش حاجه. انت في ايه؟ تعبانه؟ مالك يا حسام؟ مش على بعضك، انا عايز افهم في حاجه معينه. لا حسام في ايه يا حسام؟ مين دي يا حسام؟ ما تقول لها مين دي يا حسام. عارفة من فضلك نتكلم بعدين. بعدين فين يا حبيبي؟ ما خلاص، ما كل حاجه بقت باينه زي الشمس. سماح، خش اقعدي على السرير، خش جوه الاوضه. يلا ليه تدخل جوه؟ خليها، انا عايزاها تتفرج، مليله الفرجه ببلاش. خش يا بنت جوه، خش انت، خش يلا. يا عفه مش هينفع كده، انا تعبانه، انت مش فاهمه حاجه. انا فعلا ما كنتش فاهمه حاجه، عشان صدقت واحد زيك غفلتني وضحكت عليا واشتغلتني بكلامك ومبادئك الفظيعه الجباره، وفي الاخر اتاريك رابطني زي الطور اللي في ساقيه وانت بتجره،
وفي الاخر لما عرفت ان في بطني خوستك انت مش حد تاني هربت مني زي الجبان. عفة ما تنسيش نفسك. لا يا حبيبي، وانا لسه هنسى نفسي؟ ما انا نسيت نفسي معاك مره واثنين وثلاثه وعشرة. خلتني زي ضلك بغبغان بيردد كلامك مش اكتر. عروسه حلاوه وقت ما تحب تاكل منها بتغرف، لما بتزهق بتكسرها. وكل ده عشان ايه؟ عشان غريزتك القذره. يلا يا بنت بره بره يا بنت. انت ارخص بني ادم انا عرفته في حياتي. روحي من بالك على حد غيري يا هفة. بقى ايه ده؟ مين اللي بيخبط دلوقتي؟ مين اللي هيجيك الحين؟ معرفش. ادخل جوه لحد ما اشوف مين. افتح انت الباب، انا جالس في مكاني. في يا متعب مالك؟ انت بتشك فيا ولا ايه؟ بقول لك خش جوه. بقول لك انجزي، روحي شوفي مين. هنجز. امسك. هاتي هاتي. يا نهار اسود، دي نهار قوم. نهار قوم بسرعه. هو ايش اللي جابها؟ ما اعرفش. اتفضل خش جوه، لو اتاخرت نط من الشباك زي ما انت عايز. ظبط حالها عليا. ما اعرفش. يلا ادخل مش وقته. يا نهار اسود. ايوه لمار. معلش انا اسفه يا سلمى، جيت لك من غير ما اكلمك. بس اصلا انت عارفه انا ماليش في الدنيا دي كلها غيرك. ايه اللي حصل يا حبيبتي؟ وايه الشنطه دي؟ اصلا سبت البيت، هقعد عندك كام يوم. لا يا سما، لا انت اكيد بتهزري. طب وعمر يعمل كده ليه؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اكيد طبعا حالته زي الزفت دلوقتي، مش كده؟ طيب 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 اقفلي وانا هتصرف. اقفلي بقى، بطري رخامتك دي. يلا باي باي. يلا يا غازي قوم معايا. على فين؟ لازم ارجع مصر دلوقتي حالا حالا. ايه يا غازي انت بتبصلي كده ليه؟ اهدي بس وفهميني في ايه. حصل حاجه لحد من اخواتك؟ ايوه، عمر اتخانق مع لمار وسابت البيت ومشيت. وده بقى السبب اللي انت مخلانا ننزل عشانه؟ امال ايه، عمر اخويا حالته اكيد زي الزفت ولازم انا انزل عشان اقف جنبه. طب ما عنده سما وعم حافظ. سما وعم حافظ بذمتك دول حد يعتمد عليهم؟ انا لازم اكون جنبه وما سيبش اخويا في موقف زي كده ابدا. خلاص يا ستي، نكلمه في التليفون ونطمن عليه. تليفون ايه اللي انت بتقول عليه ده؟ لا طبعا انا لازم اكون جنبه عشان اعرف كمان ايه اللي حصل. هيكون ايه اللي حصل يعني؟ مشكله زي اللي بتحصل ما بين اي اتنين، وشويه وهيتصافوا. كون ان سما تقول ان لمار سابت البيت ومشيت يبقى اكيد حصلت مشكله كبيره جدا. كبيره ولا صغيره؟ ده مش مبرر يخلينا نسيب شهر العسل وننزل بالشكل ده. يا غازي انت اكتر حد في الدنيا عارف عمر بالنسبه لي ايه. عارف يعني لما عمر يكون تعبان او في مشكله او في محنه وانا مش معاه انا ممكن يحصل لي حاجه. احنا كمان عرسان جداد ومن حقنا نعيش يومين. خلاص خليك انت عيش اليومين وانا هروح الم هدومي. استني هنا. يعني ايه تروحي تلم هدومك؟ اي ايه ده غازي، احنا وسط ناس. وانا جوزك وكلمتي هي اللي هتمشي. واخويا في مصيبه. جوزك ولا اخوكي؟ لا ما تحطش نفسك في الكفه دي عشان ما اظلمكش. ده انت لو عايزنا نكمل او نعيش مع بعض. كل ده عرفته انت وازاي؟ يوم الجواز وبعد كتب الكتاب. وازاي وافقت على الجوازه من اصله؟ ليه ما منعتهاش؟ كان صعب قوي اكسر فرحتها. صعب جدا. يا عيني تاريخ كنت مبلم زي اللي واكل سد الحنك. شفت الهنا اللي انا فيه؟ شفت الهنا اللي انا فيه؟ من ناحيه مصيبه تينا وجوازها، واخد بالك؟ من ناحيه تانيه لمار اللي هجت وسابت البيت. من ناحيه التالته باريزه هانم فكه والناس اللي عايزه تاذيني. طيب كل ده وانا تايب. كل ده وانا تايب. امال لو مش تايب بقى؟ لو مش تايب اقول لك ايه؟ سيبك من دول وخليك معايا. طب باريزة مشيت ليه؟ مادام كانت ناوية تحكي لك. ده لغز تاني.
ومحيرني وبرضه مش لاقي له حل. يمكن خافت او حد مهددها، ويمكن بتلف لفه عشان تعمل لي مغرز جديد. لا يا عمر، ما تظلمش بريزة. لا والله، لا لا بجد، لا لا اطلع بالدور، اطلع بالدور. انت عارف دي كانت بتشتغل ايه؟ لا لا لا، يعني بتشتغل ايه يعني؟ لا حول ولا قوة الا يا عم. فوق وارحمني، فوق بقى وارحمني يا عم. مش مهم اعرف هي بتشتغل ايه، المهم هتعمل ايه في المصايب اللي حاطها على دماغك دي. دبرني دبرني. مش انت كبرنا برضو؟ مش انت كبرنا ولا انت ضيف شرف في الفيلم دوت؟ لا ضيف شرف ايه؟ كنت عايز اشتغل فيه، بس فيلم ماسخ دمه تقيل، فيلم اسود في اسود، وبعدين كل عقده فيه بشنيطه محطوطه فوق دماغك. لا نورت المحكمه، لا اضفت، لا كده انت اضفت بجد، اضفت. عايز حل، حل يا رب. ده انا تايب استقامه، عشان كده ربنا استجاب لدعائك ومعايا. انت بتتكلم بجد؟ ايوه لقيت حل. ايوه لقيت حل، لقيته. احمدك يا رب. قول لي يلا يا بعض. لا قول لي والنبي، قول لي لك هناك. طب قول لي هنا، انا مش هنا. ايوه عمي عمي. هنروح مصمت اكله كوارع ترم عضمنها. اكله كوارع ترم عضمنها، هو ده الحل؟ من وجهه نظري، من وجهه نظرك ناكل كوارع تحل ترم عضمنها. تبنى الى الله، تبنى الى الله. عمر كتف ايديا وربط رجلي وكم من بقي ورماني في بحر غويط لحتى ما سابليش اخر نفس الحق روحي بيه. دوقني طعم حب، كنت محوشه له كل حاجه حلوه فيا، لهاني بشك وحيرة وحاجات كتيرة قوي، لحد ما دخت منه واحد وفي الآخر صحاني على هدى المعتبر. محتاجة له عمر تاني علشان أقدر أفوق منه. مش يمكن يكون مظلوم فعلا وانتي فهمتي الموقف غلط؟ الست ممكن تفهم اي حاجه في الدنيا غلط الا مشاعر جوزها ناحيتها او ناحيه واحده تانية. كان لازم تديله فرصه تانية برضه عشان يوضح لك هو عمل كده ليه. فرصه؟ الفرصه دي انا اديتها له بدل المره 10. اول مره لما وافقت ان احنا نتجوز بسرعه لو عايزها، وتاني مره لما كنت بصدقه في كل موقف كان بيحصل يبررهولي، بس للأسف للمواقف بتخلص ولا مبرراته بقت تقنعني. تحولت الحكاية كلها لتنازلات، تنازلات كتيرة قوي، كل يوم عمال بتزيد بتزيد قوي يا سلمى. لمار، دموعك دي بتأكد لي حاجة تانية خالص، انتي مش بتحبيه بس، انتي بتموتي فيه. الدموع اللي انت شايفاها دي عشان أول مرة في حياتي أحس بالإهانة. هي من امبارح كده قافله الاوضه عليها وهاتك يا صلاه وقرايه قران، مش عايزه اتكلم حد. سيبيها على راحتها. راحتها ده ايه؟ هي كلهم بحال. السلام عليكم. السلام عليكم. حرم يا بنت جماعة، اظن ان ابسط حقوقي لما في اوضتي لما حد يدخل يخبط الاول. بليز وحياتك قبل ما تعلمينا الحقوق والواجبات فهمينا الاول انت حكايتك ايه بالظبط. فوفا انت كنت بتعيطي؟ ارد على اي سؤال فيهم يا بنتي؟ احنا عايزين نطمن عليكي.
اوعي تفتكري ان انا نسيت موضوع المستشفى وعديتهولك، انا لازم اعرف كل حاجه. الله اكبر. والنبي يا عم خد لك واحده عشان خاطر ربنا. طب علشان خاطر الست. امشي يا بنت من هنا الله يسهلك. امشي. تك وجع في بطنك انت يا بنت. تعالي تعالي اقعدي هنا. خد لك واحدة عشان خاطر ربنا. سيبك يا اختي من الاسطوانة دي. انت اسمك ايه؟ وردة. ده بجد ولا بحركات؟ ولا اكل عيش. خدي. ايه ده؟ 10 جنيه؟ انا ما معيش باقي. ومين يا اختي قال لك ان انا عايزة باقي؟ كلي عيش يا حبيبتي، روحي كلي بيهم عيش. انت اسمك ايه؟ بريزة. بجد ولا حركات؟ اه كله اكل عيش. قومي يا بت قومي كلي. خدي دي عشان بريزة. بريزة رف رف يا مرتضى. ايه خلوصي انت اللي جابك هنا؟ انت عرفتني ازاي بروف؟ ده انا متخفي ونضاره ومكلف حاجه. تخفي ايه يا راجل؟ ما هو في يافطة على صدرك. دي 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 كوم فلاش يا بروف. وبعدين انا مأمن الطريق كله اندر كنترول ما تقلقش. اندر كنترول ايه؟ انت اتجننت؟ تيجي لغايه مكتبي؟ ارجنت امر ارجنت جدا يا بروف. ايه اللي رماك على المر يعني؟ مر وارجنت. استنى هنا استنى. عصب يا بروف. ايه اللي نفسه ده؟ استغفر الله العظيم. انا قلت لك ما تخافش يا بروف. انا مأمن. انا خلوص خلوص كله خلوص. قول ماشي. اقول قول بقى الارجنت اللي انت جاي عشانه. البت باريزه كانت هتقلب الترابيزه وهتجيب الموضوع شوت داون. ازاي؟ فاكر من اخر مره قعدنا معاها شميت انا كده منها ريحه وسخه. ايه ما كانتش غاسله رجليها؟ مش ده القصد يا دوك. ريحه غدر لبت لها زي ضلها. وقعدت وراها لقيتها قافشه في رقبه الدكتور عمر صاحبك ده وعايز اطبخ له بالكلمتين. قالت له حاجه؟ ما بقاش قلبك خفيف كده يا بروف. خليك معايا لاخر بس. هوب كلوب لقيتني في وشها على طول. كشنت لها اتلمت. بس انا قلت كده يعني يا عم نروحي واحكي لك برضه على اللي حصل. بقول لك يا خلوصي انا قلقان للبت دي تبوظ لنا كل حاجه. لا 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 يا بروف انا مش عايزك تقلق من الموضوع ده خالص. وبعدين يا بروف انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. البت دي تربيتها اي نعم تربيه وسخه بس بشويه فلوس كده تيجي تحت بطن على طول. تعبيط ياض ولا ايه؟ انت هتشتغلنا يا خلوصي؟ حاشا لله يا بروف انا اقدر. ده انا حبيبك. خلاص لو عايز تبقى حبيبي بقى بصحيح اكسبني. انا مكسبي دائم وكبير. بس الامر يا بروف محتاج شويه محفزات كده عشان الواحد يبقى اون فاير يعني. طب ولو البت دي قلت معانا؟ لا لا يبقى اقرا عليها الفاتحه. ولا اقول لك ما تستاهلش حتى الفاتحه كمان. لا لازم نقرا الفاتحه. قرايه الفاتحه على الميتين واجب. براحتك بقى. خد باللي ريقك. كام دول؟ كده ايفري سينج از اوكي. افري ايه؟ افري سينج غلط ولا ايه؟ امشي امشي يا خلوصي. تمام يا بروف. خد افري سينج واتكل على الله. بصراحة هنيتي الف حمد لله على السلامة يا ستي. نورت الدنيا كلها. هو ده وقت زغاريت؟ فين عمر؟ خرج من بدري. خرج من بدري؟ ما تعرفيش ايه اللي حصل بينه وبين لامار؟ وسابك البيت ليه؟ وسامة فين يا سامة؟ استني بس يا ستي سامة مش موجودة. خرجت هي كمان. خرجت يا دي الخيبة. ايه دي بس وخدي نفسك كده. نفس ايه دلوقتي؟ غوري من وشي. غوري. الله يكون في عونك يا عم الحاج. اما اكلم عمر يا رب بقى ترد عليا يا عمر. مش شايفة انك اوفر قوي؟ يعني ايه اوفر؟ يعني مزوداها كده. كأن انت الوحيدة اللي عندك اخ عنده مشكلة. مش كفاية شهر العسل اللي باظ؟ تمام انا فوق بقى. لما تطمني بقى حصليني. يا رب استر يا رب. يا
ايه يا سلمى؟ انت بتعملي ايه كل ده؟ مفيش، كنت ببص على المحل اللي جنبنا على فكره. هو بره جاي عايز. طب يلا انجزي، عايزه امشي. كنت متاكد اني الاقيكي هنا. اجيب لك حاجه تشربها؟ لا شكرا يا سلمى، هما كلمتين وامشي على طول. انا ماشيه يا سلمى، اقفلي وهصليني. نمار انا جيت لغايه عندك عشان افهمك. وانا مش عايز افهم حاجه يا عمر. ما تبطلي بقى العند ده. انت هتزعلي تاني؟ مش انت اللي قلت لها من اللي انت عايزاه؟ كفايه بقى يا عمر، كفايه. لمار هي لمار كده شكاكه طول عمرها، ده اللي خلاها تخسر ناس كتير، وانا ياما حاولت معايا بس للاسف مفيش فايده. ناس كتير ازاي يعني؟ عمر انت عارف كويس ان لمار طيبه جدا، بس احنا مش ملايكه وكلنا بنغلط. المهم ان احنا نعدي لبعض عشان الدنيا تمشي. لازم تحس بيا يا زوزي، مش عايزك تزعل مني. انا مش زعلان. مش زعلان؟ ما هو كمان ما ينفعش ان في يوم وليله كده ابقى زي ما انت عاوز بالظبط. انا برضو ست مش طبيعيه، يعني عندي شويه عقد وكلاكيع كده، وانت اللي لازم تفكهم لي. انت مش مداني فرصه اصلا، وبعدين حبك لاخواتك بقى شيء مرضي. ايه؟ هو انا بقولك ما تحبهمش؟ بس انا كمان برضو من حقي عليك انك. انت من حقك وهما من حقهم، ولو قعدنا نقسم الحقوق مش هنخلص يا غازي. سيب الدنيا تعمل فينا زي ما هي عايزه، واحنا كمان نعمل اللي احنا حاسينه بجد، ويا سيدي مطرح ما هترسى هتحطنا. وانا فين اصلا من كل ده؟ عارف انت فين؟ انت هنا. عارف يعني ايه هنا؟ يعني احساس بيحسسني ان انا موجوده على وش الدنيا. اوعى تستهون يا غازي الاحساس اللي انا بحسه من ناحيتك، احساس ما بيجيش في العمر غير مره واحده وملوش تاني، وانا دايما بحمد ربنا ان انا لقيتك. انا مش عايز حد يشاركني فيكي، حتى لو كان الحد. لا ارجوك ما تصعبهاش عليا، اخواتي دول حته مني. عارف يعني ايه حته مني؟ على فكره البنت دي لخبطتني اخر لخبطه. أنا مش عارف هي عايزة مني إيه بالظبط، وإيه كم العقد اللي بقى فيها ده. هيفا ما كانتش كده أبدا. يمكن تبقى حاسة بحاجة بينا. حست إزاي بس؟ يا ترى أنت جبت سيرة لحد؟ هجيب سيرة لمين يعني؟ وبعدين أنت مالك تخضيك كده ليه؟ إحنا متجوزين على فكرة، ولا إحنا عشان قاعدين في شقة مفروشة فأنت نسيت؟ ما أنت عارفة إن دي ظروف مؤقتة، وأنت عارفة ظروفي. على فكرة بنتك مش محتاجة حد يقول لها حاجة، البنت في السن ده بتحس بكل حاجة تخص باباها. مفيش حد يقدر يحس بقيمة الأب غير اللي اتحرم منه بدري. دي تبقى نصيبة لو حست. خايف عليها ولا على الكرسي؟ أنا بنتي أغلى حاجة عندي في الدنيا. أغلى مني أنا كمان؟ تصدقيني لو قلتلك إني بلاقي عندك حاجات كتيرة أنا كنت محروم منها عندها. مصدقك. ما بقاش للكلام أي معنى ولا للعتاب له أي قيمة. كل حاجة بقت شبه أي حاجة، كله محصل بعضه يا ماما. حبيبتي أنا أمك، ما تبصليش كده، حتى لو اختلفنا دي حقيقة في الآخر لا أنا ولا أنت نقدر نهرب منها. الأم مش كلمة بتتقال عشان تقرب بيها المسافات، ولا حاجة ممكن تتنسي عشان تفكريني بيها. الأم إحساس، الأم إحساس موصول بقلب بنتها، ربطه ربنا بحبل سري، بس للأسف بقى أنت قطعتيه بعد ما بقيتي مخليه حلمك على قدك أنت لوحدك وبس، وسخرتيني وسخرتي كل حاجة حواليك علشان تحققيه بما فيهم بابا. يمكن اتلهيت عنك شوية،
بس ده علشانك وعلشان انتي. انتي ما تلهتيش عني انا لوحدي، انتي كمان تلهتي عن بابا. لحد بقى في كل حته بره بيدور على نقصه فيكي. معقول؟ معقول تشايفيني بالوحاشه دي؟ انتي اللي حاولتينا كلنا لمرايه علشان تشوفي نفسك انتي وبس. طب طلمها كده ليه يا دكتور؟ يا فندم؟ يعني بتنورها شويه، خلينا نشوف بعضينا. لا خلاص يا فندم احنا خلصنا، تقدري تلبسي هدوم. ايه ده؟ لحقت بالسرعه دي؟ حنان فندم ده جوز الست. حاضر. جوزي ايه بس؟ خليه متلقح بره احسن ما نكسر. خير يا دكتور؟ طمني بس انا قلقان قوي. لا مفيش حاجه، مفيش داعي تقلق خالص، ان شاء الله التحاليل دي هتطلع نتيجه كويسه باذن الله. بس انا شايف ان انتوا مستعجلين شويه على حل المكان. اصل انا بقالي 3 سنين بحاول يا دكتور، وكل المحاولات بقت بالفشل. هستنى ايه تاني؟ ان شاء الله خير باذن الله، طمن المره دي. انا سايب المحاوله الجايه دي بقى عليك انت يا دكتور. ربنا يجعل على ايدك الشفاء يا رب يا دكتور. مش هوصيك بقى يا دكتور. كله على الله يا مدام، كله على الله. مروه مال ايدك كويس من الموضوع ده يا مرتضى؟ 100% يا دكتور. اوعى تغلط، اي غلطه ممكن تودينا كلنا في 60 داهيه. عيب يا برنس، ميزك. بس هي الحكايه حراقه شويه. ها مرتضى هي ناقصه، ناس جرالنا ايه؟ ناس كلها طمعانه، كله عامل زي المناشير، ايه ما بقاش عندهم ضمير؟ الدنيا بقت وحشه قوي يا دكتور. مش كفايه عليا الواد اللي بلاني بيه نيازي ده، عامل زي المنشار، طالع واكل نازل واكل. المعلومات اللي عندي بتقول ان الواد ده والبنت اللي معاه وراهم حكاية تخص عمر. ايوه ما البت دي متجوزة عمه اللي اسمه حافظ ده. لا 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 لا، الحكاية فيها إن تانية خالص. ايه في لعب من ورايا ولا ايه؟ طب ولو في لعب لحساب مين؟ لحساب نفسهم. يهبشوا من هنا شوية ومن هنا شوية. الله مش بقول لك بقى الناس طمعانة. عشان بتبدي غازي عليا، شفت أنا بعمل إيه؟ وهو غرقان في العسل ومكبر. ما هو أنت لو مالي إيدك هنكبر كلنا يا مرتضى. ايه الحلاوه دي؟ يلا يلا يا قط امشي 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 اخلص اخلص اطلع اطلع Thank you.
بدري يا هانم. تينا انت جيتي من السفر انت؟ يلا بقى ابلعي ريقك ودوريها كده في دماغك لحد ما تلاقي كدبه زي كل مره. انت ايه اللي بتقولي ده يا تينا؟ في ايه؟ كنت فين يا بنت لحد دلوقتي؟ ها؟ كنت سهرانه في عيد ميلاد واحده صاحبتي. واحده صاحبتك؟ وريني الشنطه دي. ها؟ ها ايه؟ ترشيتي؟ بقولك وريني الشنطه دي. انت هتفتشيني يا دينا ولا ايه؟ اعتبر نفسك في لجنه يا روحتينا. هاتي يا بنت هاتي. ما انا قلت لك يعني انا كنت سهرانه في عيد ميلاد واحده صاحبتي، ايه لازمته بقى اللي انت تعمليه ده؟ يمكن الاقي تورتايه ولا حته جاتوه، اصل نفسي اتهفت. ايه ده؟ ايه الفلوس دي؟ فلوس؟ فلوس ايه؟ فلوس ايه؟ انطقي يا بت، انطقي. جايبه الفلوس دي منين؟ انطقي. صلاح انا متضايق. معلش يا قبطان. ومحتاجك. انا اخوك. طب بص يا صلاح، انت اخويا. طبعا يا قبطان. لو سالتك في اي حاجه هتقول الصراحه. طبعا ده على رقبتي، انت اخويا. الصراحه؟ طبعا. وانا عملت مصايب كتير قوي كده. اكيد طبعا. اكيد هتقول لي الصراحه ولا اكيد ايه؟ مش لا اكيد بصراحه عملت مصايب. انا عملت مصايب؟ جاتك البلد. طب جاملني يعني، قول لي جاملني. اغشك اغشك يا قبطان. ما تغشنيش يا اخي، خلاص هتعمل لي فيها الطهره. ما مش هشيل الاصل برضه. بس انا خلاص بقيت يمين وماشي يمين. ما يمكن معاليك اشول وانت مش واخد بالك. ده ايه السكر اللي على الميسه ده؟ لا يعني ايه السكر اشول يعني؟ خلاص بص يعني بتحدف شمال غصب عنك، يعني غصب عنك. ده حتى الشمال اسرع وافضل. اسرع اسرع. بص بصراحه اديك بتجيلي وبتاخدني من العياده كل يوم. هل بامانه وبصراحه في مره من المرات من ساعه ما تبنى الى الله من ساعة ما تبنى إلى الله فاكرها؟ في مرة قلت لك يا صلاح خدني كده ولا كده؟ بصراحة لا. أغشك؟ ما حصلش بصراحة لا. الحمد لله. طبعا. طيب من يوم ما تبنى إلى الله هل في مرة من المرات شفتني بكلم واحدة من بتوع زمان مثلا؟ أنت بتفتكر يا ابني ولا لا؟ الشهادة لله بتوع زمان هم اللي بيجوا لغاية عندك. بلاوة يا صلاح وبتتحدف عليا. بلاوي واختبارات كلها من عند الله. بص يا قبطان انا هقول لك المفيد. قول لي يا صلاح. من اعمالكم سلط عليكم. اخويا لو شايل من هنا يا هلا. مش شايل من هنا. فين؟ من هنا من هنا. ماشي ماشي يا قبطان. فعلا من اعمالكم سلط عليكم. سوري يا سامة بس اللي بتقوليه ده ما يدخلش دماغ عيل صغير. من فضلك دي حاجة بيني وبين أختي، ما تتدخلش أنت فيها خالص، مالكش فيه. بت احترمي نفسك وكلمي بأدب. أنا ما غلطتيش يا تينا، ده حقي. لا غلطتي ولازم تعتذري. نعم أعتذر؟ أنا ما عملتش حاجة غلط أصلا عشان أعتذر. أنت لسه بتأوحي. تعالي هنا انزلي انزلي قدامي اعتذري حالا لغازي. يلا خلاص يا تينا. سامة برضو أختي الصغيرة وأنا مش زعلان منها، وبعدين هي دلوقتي في موقف صعب وبتلطش. سامع بيقول ايه؟ يقول اللي عايز يقوله. انت فعلا اخته الصغيره وهو زي اخوك الكبير ومن حقه ان يربيكي برضه. بس اخوها لسه على وش الدنيا يا تينا. تعالى يا عمر شوف اختك عملت فينا ايه. انا ما عملتش حاجه غلط، وبعدين يعني مش من حق اي حد غريب انه يتدخل في خصوصياتي. خصوصياتي ايه؟ خصوصيات انت يا بنت. ها من امتى صوتك بيعلى في البيت كده يا تينا؟ اسال هانم اختك. وهو كان حصل ايه لكل ده؟ مفيش حاجه يا عمر. كل الحكايه ان سما رجعت متاخر قوي، ودي مش اول مره. بعدين تينا لقت في شنطتها فلوس، بتسالها جايباها منين؟ بتقول محوشاها. لتاني مره بقولك مالكش فيه وما تتدخلش ما بيننا. لا بقى ده انت لازم تينا. ما انت شايف يعني ده دمها؟ هي ما قالتش حاجه غلط. اي حاجه تخص سما تخصنا لو انت وبس. غازي ملوش دعوه. بتقول ايه يا عمر؟ بقول اللي انت سمعتيه. اظن كلامي واضح. اوكي يا جماعه انا اسف جدا ان انا اتدخلت بينكم. عن اذنكم. استنى يا غازي انا جايه معاك، وانت اقعد مع اختك وشوف عملت ايه يا دكتور. ومن هنا ورايح ان جوزي ماليش دعوه بيه، انا كمان ماليش دعوه بيه.
عارفه. بلاش، خايفه من ايه؟ خايفه من مين؟ مش عارفه. صفوه، احنا ما صدقنا انك اتكلمتي، قولي لي عشان اقدر اساعدك. انا مش عاوز حد. بس انا مش حد، انا الدكتوره بتاعتك. مش عاوزه حد. طيب انا هقولك على اسامي وانتي قولي لي يقربوا لك ايه. دكتور عمر. هو فين؟ ايه عايزاه؟ عايزه تتكلمي معاه؟ لا لا، مش عاوزه حد. طيب دكتور غازي. انا مش عايزه حد. تريك مش عايزه حد. خفتي كده ليه؟ انا مش خايفه، انا عاوزه انام. انا هسيبك تنامي، بس جاوبيني على اخر سؤال. حبيبتي لازم تتكلمي عشان اقدر اساعدك. طب ايه حكايه السجين اللي انت كنت فيه؟ امشي اطلعي بره، امشي اطلعي بره، انا مش عايزه حد، انا عايزه انام. اقفلي النور، انا خلاص، انا نمت. طيب خلاص خلاص خلاص، اهدي خلاص، امشي، انا مش عايزه حد. خلاص ما تخافيش حقك عليا، خلاص خلاص اهدي، انا امشي. أول مرة في حياتها زوجها يقال عليا، وأول مرة تاخد موقف ضدي. أنا بجد مش مصدق. هنا يا حبيبي، معلش، تينا دلوقتي ما بتفكرش بعقلها، وبعدين هي مش عارفة بتعمل إيه، كل اللي هممها إنها تعوض اللي فاتها. أيوه ماشي، هي عارفة كويس برضه إن أنا أكتر واحدة هيفرح لها. الدش ده خلص الموضوع. ها؟ ثواني. اتنين واتنين. بص يا سيدي، كل دي بنج ده، كل دي بنج ده. الانسان لما بيلطش بيلطش في اقرب الناس حواليه. ليه؟ لان عارف انهم هيستحملوه. انما تينا دلوقتي كبرت وبتخلفش، ثم كمان هي مش ضامنه جوزها. انت عندك حق، بس اللي انا بقى كنت خايف منه ابتدى يبان. دوياك، هو ايه اللي ابتدى يبان؟ وش من وشوش غازي اللي انا ما كنتش عامل حسابه. طيب ايوه، بس احنا برضو مش عايزين نظلمه. أنا مش عايز أظلمها، كل دي درجي، كل دي درجي. مش مشكلة، هي هتفرق. أنت نسيت هو عمل إيه في صفوة؟ دش. لا ما نسيتش، بس إحنا برضو مش متأكدين. يا رب يخيب ظني ويطلع مش زي ما أنا فاكر. شو؟ شيك. ودي شيش. ودياك. يا رب. مين اللي بيطلبك في نص الليل كده؟ أنا عارف. ما ترحم نفسك بقى من المكالمات نص الليل دي، ارحم نفسك، خسيت النص. خسيت ايه؟ من ساعة ما غزال سابتني مخي بيودي يجيب، حتى مش مركز. غلبتك عشرتين بس. الو. ايوه. ايه؟ ايه؟ ازاي ده حصل؟ مين؟ ايوه، وانت فين دلوقتي؟ مين اللي بيكلمك؟ مش انت، مش انت، انت فين دلوقتي؟ انت، انت فين دلوقتي؟ مين دي؟ ايوه خلاص، طيب مع السلامة، مع السلامة. في ايه؟ انا مش ناقص قلق. بريزة ممسوكة في القسم. 60 داهية. عايزانا نلحقها. تبنا الى الله، تبنا. في واحدة تبقى ندمانة انها بتحافظ على كرامة جوزها؟ انا مش ندمانة، وانت كرامتك عندي في الدنيا دي كلها، بس انت ما تعرفش عمر بالنسبة لي. يوه عمر، عمر، انا عمري ما شفت واحده بتبدي اخوها على جوزها. قلت لك مليون مره من فضلك ما تحسبهاش كده. انت اللي بتخليني احسبها كده. احسبها كده، حصل خير ولا ما حصلش؟ خلاص ما بقتش تفرق. ما بقتش تفرق بعد كل اللي عملته معاك. عملت ايه؟ كلمه حق قلتها لاخوكي؟ ده انا اول مره اعلي صوتي على اخويا، اول مره العلاقه بيننا تبقى عامله كده. انت ما تعرفش عمر بالنسبه لي. ظهر انت اللي نسيتي انا بالنسبه لك ايه. لا ما نسيتش، انت جوزي وحبيبي وفرحه عمري اللي عشت كلها مستنيها. اعذرني. اعذرك يا حبيبتي، بس انا مش هقدر استحمل دموعك دي. خلاص همسحها اهو. لا، انا عاوز اشوف الابتسامه اللي بتنور لي حياتي كلها. مش هي دي برضه، دي لسه مكسوفه.
ايوه كده، خلي الدنيا تنور وتضحك لنا. يا غازي النهارده بس انا عرفت بحبك قد ايه. يا باشا الانسه مجني عليها مش متهمه، وده مثبت بشهاده الشهود واقوال قوه الشرطه. انت ايه اللي وداكي حته مقطوعه زي ديت في الوقت المتاخر ده؟ وبعدين ايه اللبس اللي انت لابساه ده؟ انت معاكي الطاقه؟ ايه باشا والله العظيم انا كنت لابسه عبايه بس هما اللي قطعوها من عليا، والخدمه شريفه انا ما كنتش رايحه الحته دي ابدا. انا لا مؤاخذه يعني ركبت توك توك وكنت رايحه اقضي مصلحه، بس صاحب التوك توك وزمايله طمعوا فيا وهما اللي ودوني الحته دي. صوتت قلت غتيني يا حكومه، وبصراحه الحكومه ما كدبتش خبر ولقيتها فوق راسي. يبقى مجني عليها ولا لا يا باشا؟ واضح، بس على العموم هي هتتعرض على النيابه وهما اللي هيحققوا معاها. لا نيابه يبقى فيها حبس. دكتور عمر النواوي اشهر من نار على العلم وهو على استعداد يتمنى. دكتور عمر مين؟ ايوه انت على استعداد تتمنى. كمل يا دكتور الله يكرمك. بس لما نعوزها في النيابه هتيجي تقول اقوالها. عندك استعداد تضمنها يا دكتور عمر؟ دكتور عمر مين؟ انت حضرتك؟ انت مش الدكتور عمر ولا ايه؟ انا هو الدكتور. ماشي مش انت الدكتور. ماشي متعب، خمس دقايق والدوريه تبقى قصاد الجسم. تمام، بالتوفيق ان شاء الله يا رجاله. على بركه الله، اخفي وشك بالشال، وجه سلاحك صح، ما نبي حد صاحي يقطرنا. ماني مطمن للعمليه هذه يا دهشور. ليش يا متعب؟ هنرجع للجنان ده تاني؟ تبونا نقتل ضباط وعساكر ليش؟ هذول اهلنا وناسنا، ايش سووا؟ والفلوس اللي بتريدها هذه الوفات يا متعب، ملعونه الفلوس، ملعونه الفلوس اللي تيجي من الخيانه. انا ما اقدرش اقتل ضباط وعساكر، ما اقدرش. ايش ذنبهم؟ ذنبهم احنا مالنا؟ احنا نعمل المصلحه ونقبض ونقلع. افهم مني. فاهم؟ افهم يا دهشوري، هذه خيانه، خيانه رخيصه قوي. انا ما اقدرش اخون، عن اذنكم انا ماشي. ها؟ مني خاين. متعب ايوه، بس بالطريقه دي متعب ممكن يكشفنا. يكشفنا بقى دي عامله تعملها فيها يا متر؟ اقول لك تلحقني تقوم تدبسني انا؟ ما كانش في حل تاني يا ابطال، وبعدين انت قلت لي خرجها باي طريقه. ماشي باي طريقه، مش لدرجه ان اضمنها. دكتور عمر انا عارفه ان انا تقلت عليك. تقلت ايه؟ تقلي براحتك، ما تنسيش انك مرات عمه. بقول لكم ايه، انا لحد كده كفايه فعلا يا غزال. كفايه ايوه، ما انا بقول لها فعلا يا غزال كفايه. سيب منه. عايش من لله ولاد الكلب منهم لله. انت ايه؟ الا لله وانا اليه راجعون. انت عايش؟ هات وين؟ بسرعة. بقولك يا بروف، خلوصي ما اعرفش ابوه قدام المصلحة. انا قلت يمكن قلبك حن وفكرت انك تخفيها عني. لا، ما في معلومة مهمة قوي لازم تعرفها عن خلوصي. خلوصي قلبه بينبض عشان يعيش، مش عشان يحب ولا يحس. والبت اللي فص ملح وداب دي هجيبها لك حتى لو رجعت بطن امها. طب مش جايز تكون بعت نفسك لنيازي زي ما بعتها؟ لا، ما في معلومة تانية برضو مهمة عن خلوصي. خلوصي لا يباع ولا حتى بيشتري. يشتري؟ واطي يعني. طب واطي، قول لي بقى انت ليه قافش في ديله كده مع انك عارف ومتاكد ان ديله نكس؟ العباره وما فيها ان الراجل ده ناب ازرق جز عليا قبل كده حبتين. قلت هذا خلوص الايد اللي ما تعرفش تقطعها، بوسها. حكيت معاه، قلت يجوز من الممكن ان يشدوني وانتعني من نفخ العجل والشغل القطاعي. عربي يا خلوصي؟ ودرس ابني على بره، عربي ولا انجليزي؟ برر مع بعض يا بروف الاثنين. برر؟ يس. وبعدين يا بروف الراجل قال لي كلمه عجبتني قوي، قال لي انت خساره في الموت يا خلوصي. هوب كلوب، راح مديني كوبايتين شاي وسجارتين حبست بيهم، رحت احكي له على المشوار السي دي بتاع الدكتور عمر.
قلت اديله من بابه واخد حسنتي. لا لا استنى استنى ارجع بقى ورا شويه يا ابني، مش لورا كده، اقعد عدل. ماشي ماشي. قول لي بقى ايه حكايه السي دي بتاع الدكتور عمر ده؟ السي دي يا بروف ما انتهرش كل حاجه. ايوه يعني في ايه السي دي ده؟ فضحت الدكتور عمر فيها. ما نيازي قال لي ان مرسيك على كل حاجه بامره، ان قلت له يعني ان الموضوع ده لعب عيال، والدكتور عمر هيقول عليه يعني فوتوشوب ومتركب. يا ابن الكلب. اه ابن كلب قوي ده. مين ده؟ نيازي. هيلعب ورا يا بروف. ابدا ضحك عليك وكان عايز يعمل العمليه لحسابه هو لوحده، بس الصراحه انت طلعت اصيع منه وجبتولي لغايه حجري. طب واللي جابهولك لغايه حجرك ده ملوش حلاوه يعني؟ والسي ده فين؟ مع نيازي؟ عيب، مع خلوصي ده، انا حتى عندي السورس بتاعه. طب بص يا خلوصي، انا عايز السي ده باي شكل وباي تمن. حلو حلو قوي الكلام. تمن انت البضاعه بقى. اشوف البضاعه وبعدين اتمن. بالليل، في الليل اجيبها لك وازوقها لك واجيبها لك لغايه عندك. طب انت مخبي السي دي ده في حته امان؟ يا بروف انا قلت لك خلوصي. قول قول خلوصي. ماشي قول. يبقى الاول نعمل مكالمه التليفون اللي اتفقنا عليها انا وانت، وبعد كده تزق عجلك تروح تجيب السي دي وترجع لي. حساب تاني الاول كده يا بروف، مفيش مشاكل. جيف مي النمبر. خلاص هديك النمبر. واسمها ايه بقى؟ هير نيم از لامار. يعني اسمها ايه؟ لامار يا حمار. ايوه انا لامار. مين معايا؟ يعني ايه مش مهم؟ انت كداب كداب، اوعى تتكلم هنا تاني، سامع؟ اي مستشفى؟ الو الو، مين يا لامار؟ مفيش حاجة. ازاي مفيش حاجة؟ انت مش شايفه وشك متغير ازاي؟ مين اللي كان بيكلمك وغيرك بالشكل ده؟ لامار يا بنتي ما تقلقنيش، مين كان بيكلمك؟ واحد بيقول لي ان عفا كانت حامل من عمر. عفا؟ مش دي البنت اللي كانت؟ ايوه الزفته بتاعت الفرح وبتاعت شهر العسل. اكيد حد عايز يوقع بينكم يعني، واضحه جدا. انت بيقولي لو مش مصدقه كلمي المستشفى اللي بيشتغل فيها عمر وانت تصدقي. خلاص يا ستي نكلم المستشفى عشان نتاكد. ازاي يعني؟ هنكلم مين وهنقول له ايه وازاي؟ سيبي الحكايه عندي انا، اديني بس انت الرقم. اسمعي الكلام بقى. تعالي تعالي عشان خاطري ممكن تهدي. يلا. انا مش مصدقه اللي بسمعه. انت وحسام وازاي انا معرفش؟ وانت ليه ما قلتليش؟ وهو ليه خب عليا؟ كنتوا خايفين من ايه يا عفا؟ ما كانش خوف يا يارا، ده دماغ اخوكي عشان لعبته تكمل. ما كانش عايز يبقى فيه شهود عشان حكايته تفضل في الضلمه، عشان يوم ما يحب يخلع محدش يلمحه ولا تتهز صورته قدامنا. انا كرهته قوي، انا كرهته على قد ما خلاني اقدر اكره بابا واقدر اكره عمر. سند حول كل الحب اللي جوايا النار، حرقت بيها كل الناس اللي حبيتهم. كأنك بتكلميني عن حد انا معرفوش. ده نص مشاكله في بيتنا بسبب الحريه اللي بيحلم بيها، الحريه اللي بسببها دخل السجن. ده كان طول الوقت بيعلمنا دافع عن حريتي وابقى صادقه قدام نفسي، يجي هو في الاخر ويطلع كذاب قوي كده؟ انا مش قادره اصدق. وايه اللي تصدق في كل اللي بيحصل حوالينا يا يارا؟ احنا عايشين في سيرك مليان ناس بترقص على حباله، وفي الاخر كله متشعلق على الهوا. احنا ازاي بقينا كده؟ معقول اقرب مالينا يبقى بعيد عننا قوي كده؟ انا ابتديت اخاف. وانا ابتديت افوق. قلت طبعا ما اعرفوش، وانا لو قلت اني اعرفه هضطر اجيب سيره لامار، وانا مش عايز ادخل لامار في حكايه زي كده. انا ما اعرفش ايه اللي جابني عندكم، يمكن كنت محتاج احس اني مطمن بعد اللي شفته. الهي ربنا ياخدهم قتالين القتلة. ناس واطيه تموت ملوش حرب عندهم. كانوا راجعين فوق المنشط زي الاشباح، ده ليهم شحنه ولا شكل ولا طعم ولا لون. وانا بعالج اللي اتصابوا حسيت برعشه غريبه في ايدي، زي ما يكون مش متعوده على ريحه الموت، بقالها سنين بتسحب الحياه من بطن الأمهات.
كنت سامع صرخة كل طفل جه على ايدي، وانا شايف الموت بيتسحب على اللي بينزفوا مش خايفين. هيجيبوهم من رقبتهم ويسحلوهم. كلم مين او هيجيبوهم من رقبتهم ويسحلوهم زي ما قبل زيهم. مالك يا حبيبتي كفلنا الشر بعد اللي حصل؟ بصراحة الله يكون بعونك. أول مرة أشوف الموت عيني عينك كده. ساعتها وأنا جلدتي متلبشة وقلبي مقبوض مش حاسة بركبي وريقي ناشف زي الحجر، ولما جريت عشان أجيب لك الشنطة حسيت لأول مرة بعمل حاجة عدلة في حياتي. ساعتها قرفت من نفسي قوي، تمنيت إني كنت مقط مع الناس اللي ماتت. استهدي بالله يا حبيبتي، وكل لقمة عيش وملح معانا وانتي تروقي وتبقي زي الفل. يعني ما سألتونيش مين بريزة؟ ضيوفك يا كابتن، اصحاب بيت هنا. طب ما يلا بينا بقى يا كابتن، علشان اختك زمانها قلقانه. حاجه وكلا مش قبل ما نكمل اكلنا. طب بقول لك يا رزا، يا ريت تاخدي بريزة معاكي تغسلي لها وشها. عينيا كابتن، انت ليك امانه عندي عايز اديها لك. امانه ايه؟ يا بنت الجزمة يا بريزة، عملتيها يا بنت الكلب؟ وحياتك يا ولدي، قالوا لنا ان في ولد من اولادنا موجود هنا ومش عارفين ايش صاره. اسمه ايه يا عم الحاج؟ متعب. انتوا بقى قرايبه؟ احنا اولاد عمه. وانا ابقى عمه يا ولدي. خير؟ ايش صار؟ لا هو مش خير خالص يا شيخنا. ليه كفلنا الشر يا ولدي؟ هو بين الحياة والموت دلوقتي، واحنا مستنينه لما يفوق نعرف ايه مدى علاقته بالحادث وايه سبب الرصاص اللي صابه. رصاص؟ رصاص مين ده؟ دول مجموعة ارهابيين اعتدوا على الدورية الراكبة. ارهابيين؟ كيف يا ولدي؟ وغالبا كده هو واحد منهم. قلت في عرب، قلت في عرب. استني بس يا بنتي، رايحة فين وانتي عاملة كده؟ سيبيني بقى يا سلمى، مش قادرة استحمل اكتر من كده. لا مش هسيبك وانت عامله كده، ممكن تهدي بقى شويه؟ انا كويسه يا ست، اديني مفتاح الشقه بس وخليني امشي. طب استني هقفل واجي معاكي. لا مفيش ده، هتيجي معايا انت، تفضلي قاعده هنا في الشغل. اديني مفتاح الشقه عشان الم هدومي وارجع البلد. بلد اللي انت راجعاها دي، انت هبله ولا ايه؟ خلاص بقى يا سلمى، كفايه اللي حصل لي. انا راجعه البلد. ايوه راجعه البلد لابويا والاهلي، عايزه ارتاح. ممكن تهدي كده دلوقتي وتروحي بيتك تاخدي لك شاور سخن عقبال ما اجي لك ونفكر نعمل ايه. وبعدين يا ستي ايه اللي مخليكي متاكده ان كلامه صح؟ مش يمكن قاصد يوقع بينكم؟ بس يا سلمى مش عايزه اسمع السيره دي تاني. هو فين المفتاح؟ مستنياكي. مش هتاخر عليكي. قال ترجع لاهلها. قال انا جاهز زي ما اتفقنا. كل دي نسخ؟ يخرب بيتك، الواد القصير ده كان يعمل فيه ايه؟ انت سرقتيهم منه؟ كان مخبيهم في المقنة اللي كان مداريني فيها، وفكرني نايم مع اخويا على وداني. المهم هو بس دي اخيرا راح نتفرج. اتفرج على ايه؟ بس انت بتقولي انه شراني وممكن ياذيكي. يا اخي ايش ياخد الريح من البلاط؟ ايه ده؟ هو ده فيلم السيكو سيكو بتاعك يا قضبان؟ ترب نفسك. يا سلام، دي هتبقى فرجة عنب. ما هو ده تمامك، فرجة عنب. ادينا الفرجة العنب. بريزة بس دي كلها نسخ، اكيد ليها اصل. احنا لازم نخلص من الاصل قبل ما خلص يخلص علي. دلينا على مكانه واحنا نخليكم تراب. هدلوك وعارفه مكانه فين. حلو. الو. ايوه انا الدكتور عمر. مين معايا؟ ايه؟ بتقولي ايه؟ الو؟ لا مش ممكن، مش ممكن. هو في يا عمر؟ ايه
عملتها قبلك على فكرة. انت عايز مني ايه بالظبط؟ انا مش فاهمه. وبعدين ايه اللي انت عملتها قبلي دي؟ يعني قعدت لوحدي وقعدت اتامل في الدنيا، بعدت عن كل حاجه وسبت كل الناس. بس انت فاكره ان هو ده الحل؟ اظن لو انت عندك معلومه عايز تقولها فانت قلتها قبل كده وخلاص خلصنا. على فكره انا لا جاي اغلس عليكي ولا تطفل، بس انت بجد صعبان عليا. ليه ان شاء الله؟ شايفني مقطعه هدومي وانا ماشيه في الشارع بشد في شعري؟ هو انت ليه على طول قافشه ومتنشنه كده؟ انا حره اقول لك انا سايبه لك مخدره ومعاك. لا 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 استني، انا بجد عايز اتكلم معاكي. لو انت عايز تتكلم معايا في حكايه حبيبتك مع بابي فدي مش فرقالي، لاني بقت حكايه ممله وقديمه وبعدين مش داخله نفخي. بس انا مش جاي اتكلم عن حكايتي، انا جاي اسمع حكايتك انت. هو انت يا ابني شارب لك حاجه على الصبح وجاي تفوق عليا؟ ما كلنا شاربين المر من الكدابين اللي حوالينا، وانت فاهمه قصدي كويس. تقصد ايه الكلام ده؟ تعالي معايا وانا اوريك انا قصدي. اجي معاك فين؟ احنا بنحاول نقرب الناس المنسيه عشان نفكرهم ان الدنيا لسه بخير. على فكره احنا ما بنديش حد فلوس ولا لينا اي اتجاه سياسي. كل اللي بنعمله لما نلاقي حد عايز يتعلم بنعلمه، ولو واحد مش فاهم وعايز يفهم بنفهمه. اهم حاجه بنعملها ان احنا بنقف قدام الكدابين ايا كانوا بقى، تبع الحكومه او تبع المعارضه او ما بينهم حتى، مش فارقه. طب انا برضو يعني مش فاهمه لحد دلوقتي، الاتوبيس ده رايح على فين بالظبط؟ الاتوبيس ده رايح حته منسيه يمكن انت ما تسمعيش عنها اصلا. بنروح نشوف الناس ونقعد معاهم، بنحسسهم ان احنا معاهم. طب وانت ليه اخترتني انا بالذات عشان تقولي الكلام ده؟ عشان سمعت عنك كتير وعرفت حكايات وحكاوي ملهاش اخر، طلعت منها في الاخر بنتيجه واحده بس. اللي هي ايه بقى ان شاء الله؟ لانك زينا بتكرهي الكذب والكذابين. ها نجرب؟ بص يا علي، انا جربت بلاوي كتير قوي في حياتي، ما يقدرش لو اجرب حاجه جديده يمكن تطلع هي اللي صح. يلا بينا. يلا. في ايه بيحصل؟ وايه اللي جاب فضل هنا؟ وعمر دخل ازاي؟ حبيبتي فهميني. مش عارفه ازاي ده حصل، اكيد في حاجه غلط. مش عارفه، مش فاهمه حاجه. انا شايفه ان عمر اتسرع قوي. هو شافكوا بتعملوا ايه؟ قولي يا حبيبتي. مش عارفه. طب ممكن تبطلي خوف وتهدي كده؟ ان شاء الله ده سوء تفاهم وهيتصلح. اهدي بس انتي، اهدي. مش عارفه حاجه. اهدي حبيبتي لمار، حبيبتي وحياتي عندك، اهدي عشان خاطري. ايه ده انتي مالي ايدك متلجه كده ليه لمار؟ حبيبتي لمار انتي معايا؟
انتي متلده يا ماما. لمار حبيبتي طمنيني قولي كلمي لمار. مش راضي عني ولا حتى قابلها مني. واضح اني سقطت في الامتحان. واحد يا اختي اسمه عمو كل اللي همه في الدنيا انه يزيح الدكتور من سكته، عمال يشمشم وراه عشان يلاقي له اي حاجه يزي بيها. ايه عوني؟ ما يكونش الدكتور عوني؟ اكيد هو، انت عارفه مصايبه مع عمر. ايوه انا سمعت الواد خلوصي وهو بيقول لها يا دكتوره. يا نهار اسود على عوني وسنينه، ايه ده ما بيشبعش؟ بس عينيها فارغه والبحر بيحب الزياده. طيب طيب يا اختي كملي وبعدين. لضم يا اختي مع النت اللي اسمه نيازي، ايه اللي هيسخطوا قرد بسلاسل هو راخر. ومين نيازي ده راخر؟ واحد يا اختي كده ما تقلعيهوش من رجلك، بيشتغل في استغفر الله العظيم. احفظنا يا رب. يعني ايه بيشتغل في استغفر الله العظيم دي؟ يو ما تفتحي مخك معايا شويه يا اختي، استغفر الله العظيم. يا حبيبتي استغفري زي ما انت عاوزه بس فهميني. سكه شمال ما تفهمها يابا. طبعا انا فهمت. ايه دي شغل همتها قبل ما تتوب على ايدي. اللهم احفظنا. يوه ده رايح يا سي حافظ ما تنقي كلام. يا حبيبي يا اخويا كل الكلاب دي بتحوم حواليك. أنا كان غرضي أوعيه، إنما مراته بقى خشت علينا وطبت زي القضا المستعجل وقال إيه؟ شايلة في نفسيتها مني. وبعدين يا تينا الحكاية كده عكت على الآخر. عارفة أنا دلوقتي بس ابتديت أقلق على عمر. يا عمي ابتديت دلوقتي بس تقلق على عمر؟ لا بجد ربنا يسترها معاه بقى. هو أنت خايفة ولا إيه؟ لا أنا مش بس يعني مش فاهمة أنت جايبني هنا ليه؟ جايبك وسط الناس الغلابة عشان تشوفيها. هي الناس دي عايشة في الترب. وتحت الترب كمان. مش فاهمة حاجة. طب بقولك ايه؟ قول. بدل بقى فاهمة ومش فاهمة، ما تيجي نشتغل كده مع الشباب ونوزع مع الناس. نوزع ايه بقى؟ البطاطين اللي احنا جايبينها. هي الناس ما عندهاش بطاطين كمان. هو انت ما تعرفيش ان في بلدك لسه في ناس بتموت من برد؟ يلا. يلا.